عند البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بطن أخيه، قال يا رسول الله إن بطن أخي فيه استطلاقا، يعني أخويا عنده إسهال، الاستطلاق اللي هو الإسهال، يا رسول الله إن بطن أخي فيه استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فذهب ثم عاد وقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاد بطن أخي إلا استطلاقا، يعني أنا اديته عسل زي ما أنت قلت لي الإسهال زاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فذهب ثم عاد قال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فذهب ثم عاد وقال دي ثلاث مرات قال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فذهب الرجل فسقاه عسلا فبرئ. خفف أنهي مرة؟ في المرة الرابعة. السؤال لماذا تأخر الشفاء للمرة الرابعة؟ ثلاث مرات يقول له اسقيه عسلا الإسهال شغال، اسقيه عسلا الإسهال شغال. العلماء قال لك إن المرض بيحتاج جرعة من العلاج مش عينة من العلاج. لو إن أنت دلوقتي عندك إسهال، يوم الدكتور يقول لك يكتب لك على شريط أو برشام أنتينال أو فلاجيل مطهر، تاخد برشامة واحدة ولا يقول لك خدها ثلاث مرات في اليوم؟ ثلاث مرات في اليوم. أحيانا يكتب لك على مضاد حيوي، يقول لك خد المضاد الحيوي كل 8 ساعات. لو أنا خدت برشامة واحدة مضاد حيوي أخف ولا بشعر بالشفاء بعد ما باخد كورس العلاج؟ كورس العلاج. هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة قبل الأطباء، قبل ما يوصلوا للكلام ده كله جرعة المرض، يوم يعلم الأمة يقول له إيه اسقيه عسل، يرجع يقول له اسقيه عسل، يرجع يقول له اسقيه عسل، عشان الراجل ياخد الجرعة الكاملة. لأن فكرة الإسهال دي هي يعني إيه واحد عنده إسهال؟ الإسهال عبارة عن إن أنت كلت أكل معين في ميكروب، الميكروب دوت بيلتصق بجدار المعدة. جدار المعدة زي ما انتوا عارفين عامل زي قطعة القطيفة كده، او لو انت عارف بمفهوم الجزارين الكرشة، الكرشة دي هي عبارة عن جدار المعدة، حاجات مدببة بتلتصق بالطعام. يقوم الميكروب يجي على جدار المعدة ويلتصق قبل الطعام. الميكروب مادة لزجة، لزجة ما بتمنع المعدة انها تمتص الطعام، يبقى يجي الطعام على المعدة يلاقي المعدة لزجة تطرده يخرج في صورة إسهال. يوم انت على طول الأكل ما يقعدش في بطنك ينزل في صورة إسهال، يبقى منعت المعدة من القيام بعملها. يجي هنا دور العسل أو العلاج بعد ذلك. العسل يعمل عملية جلاء للمعدة، بس مش أول معلقة عسل اللي هتنظف المعدة كلها، تقوم تاخد مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة لغاية ما ايه المعدة يزول منها المادة اللزجة. العلماء يقول لك ده لو حتى فرضنا ان العسل جاب نتيجة من اول مرة، يعني اول مرة خد العسل معدته ربطت لكن الميكروب ما خرجش، يوم يعمل عملية تسمم في المعدة. والعسل مش كده أبدا، ده شوف العسل الله عز وجل يقول عليه إيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شوف العسل إيه بقى؟ فيه شفاء للناس. يمكن هي ديت المعلومة اللي عايز أقولها النهاردة، إن أنت حاول تستبدل الأدوية الكيماوية البرشام والدواء، كل ده له أعراض جانبية على الكبد، أما العسل شفاء وملوش أعراض جانبية. ده مين اللي وصف العسل كشفاء؟ الله عز وجل هو اللي قال إيه؟ فيه شفاء للناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صدق الله، لأن ربنا اللي قال فيه شفاء للناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أكره الكي. يبقى العلاج بتاع الأمة من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم هي شربة عسل، إن أنت تداوم بصورة منتظمة لو عندك أي مرض. خلي بالك الإمام ابن القيم لو قريت ليه قال إيه في العسل تنبهر. العسل يحقق نتائج مبهرة، أمراض الجلدية، الأمراض الصدرية، الأمراض المعوية، يعالج كثير من الأمراض. أنا شخصيا عن نفسي عاينت ذلك وجربته بنفسي. العسل له تأثير عجيب وغريب في كل الأمراض الجلدية. تلاقي المصاب بالحروق اللي بيدهن بعسل بعد الحرق، الأطباء نفسها بتنبهر. اللي مصاب بأي أمراض الغرغرينة أو غيرها بيحقق نتائج مبهرة، لأن العسل مش مجرد أنه هو يلطف الجلد، ده العسل بيعمل حاجة اسمها بناء الأنسجة، بيبني أنسجة جديدة غير المتأكلة والمتهالكة. تلاقي العسل يبني أنسجة جديدة. عسل ليه يعني لو قعدنا نتكلم على فوائد العسل، ليه فوائد كتيرة جدا لكل الأمراض، سواء واحد عنده كحة، واحد عنده برد، واحد صدر وجعه وبطنه، حتى عند البنات العسل من أفضل المسقات اللي بتتعمل للوجه للنساء. لو جبت عسل وحطيت عليه زبادي وعملت ماسك للوجه بيزيل كل شحوب الوجه، حتى انه بيفتح البشرة. لو وظبط عليه النساء تلاقي البشرة نفسها بدأت تتفتح. صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.